هي المظلوميه فكره موجوده بجد ولا لا؟ واحد من اللي كانوا بيرددوا ده على فكره وهو في قناه او في برنامج الزمالك كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، دلوقتي شايف المساله بشكل مختلف. نشوف تصريحات قالها امبارح استاذ عمرو الدليلي بخصوص، قالها على كلاب هاوس وقال انه نادي الزمالك لا يتعرض للظلم، وانه الكلام اللي بيتقال ده كلام مش مظبوط، وانه حتى لو اتقال انه الزمالك بيتعرض للظلم ففي الكواليس في امور اخرى وان الزمالك بيعرف ياخد حقه. رايك في الموضوع ده كله من اوله لاخره؟ دي فكره اتصدرت بقالها كام سنه من حد، يعني اللي هو الزمالك على طول مظلوم، وبالتالي بعض من جمهور الزمالك خلاص حط في دماغه، وللاسف برضو بعض من اللي كانوا بيلعبوا في الزمالك حطوا في دماغهم ان فعلا الزمالك مظلوم او مقهور او ما بياخدش حقه، لكن ده مش حقيقه. انا قبل كده حتى قلت مفيش الكلام ده خالص. يعني انت وانت موجود جوه نادي الزمالك كنت في اي لحظه من اللحظات بتحس بظلم؟ انا جيت نادي الزمالك من 1999 2000 لحد 2008 ده كل نادي الزمالك. انا اول ما جيت خدنا 3 دوري. ال3 دوري ده في عز الكابتن حسن حمدي وكاله الاهرام والفلوس والكلام ده كله. انا مش بدافع، يعني الناس برضو جمهور الزمالك ما يفهمش اللي انا بدافع، لكن انا بقول ان احنا خدنا 3 دوري والسنه الرابعه الاسماعيلي خدها، يعني في ظل قوه وكاله الاهرام وفي ظل قوه كابتن حسن حمدي. فحته المظلوميه، طب الاولى بقى كنا في الفتره دي وكانت وكاله الاهرام هي السبونسر بتاع نادي الزمالك، يعني بتاع الدوري كله برئاسه الكابتن حسن حمدي. فهي الفكره كلها ان قد في الملعب، انت كلاعب قد في الملعب، انت كاداره اشتغل صح، اشتغل كوره، اشتغل اداره صح. في كل لحظه يخرج شخص صادق مع نفسه ويذكر الحقيقه. هو بيقول كده ليه؟ لانه هو صعبان عليه ان الزمالك يعيش هذه المظلوميه. ما احنا كنا بنكسب في ظل وجود الاهرام. هو لكن كون الاهلي قدر يتدارك ويبني فرقه، قال في عز وكاله الاهرام في الاهلي احنا خدنا الدوري 3 سنين والاسماعيلي خده مره، الرابعه اللي كانت قريبه جدا بين قال لك لو من باب اولى بقى يبقى في الفتره دي، في الفتره دي واخد بالك. لكن اللي عايز يبرر فشله بياخد الناس وراه، يعني مش هيذكر الحقيقه وهيبتدي لا يهمه اذا كان الموضوع ده كده يسيء الى مكانه او يسيء الى الجماهير كلها او المناخ كله، مش مهم مش مهم. لكن